في الشابتر الاولاني اللي هو البرودكشن، والهدف منه ان احنا بنحاول نجمع كده كل ما له علاقه بماده الري، حتى بناخد حاجات كده من ثالثه ورابعه عشان كله حاجه متكامله. لكن بعد كده هيبقى الكورس بتاعنا اللي هو بتاع سنتين ان شاء الله، دول البرنسبلز بتاعت الري. يعني احنا المره اللي فاتت وقفنا عند الجزئيه بتاعت الوتر بادجت equation، قلنا دي المعادله كلنا عارفينها من اعدادي او ثانوي، ده بتاع سيجما الاي فلو ناقص سيجما الاوت فلو تساوي التشينج اوف ستورج. ولو في تشينج يبقى دي رقم، ما فيش يبقى نقدر نقول التشينج تساوي. خدنا مثال على كاتشمنت اريا ولقينا ما فيش معلومات عن الجراوند ووتر وعن الستورج، ففرضناهم بزيروز وحلينا عشان نطلع المجهول الوحيد اللي هو كان قيمة البوتل سبريشن او ما تقريبا الكونسبت فيوز بتاع المنطقه ده، لان كان نازل 500 مللي، لقينا الرانوف اللي خارج حوالي 100 مللي الافريج، فطلع الفرق اللي هم 400 مللي دول الاستخدامات اللي تمت في الكاتشمنت اريا. وقلنا ان المعادله ممكن تطبق على ريجون، محافظه، دوله، يعني اي ريجون، يعني ممكن تكون على ليك، ممكن تكون على شانل، ممكن تكون على كاتشمنت اريا. المهم انك تعرف الباوندريز بالظبط بتاعتك، ايه الانفلو ايه اللي داخل والاوت فلو اللي خارج، ولو في اي تشينج في الستورج، وبعد كده في رينفور، في ايفابوريشن، في ليكج. تكتب المعادله جنرال وتسقط منها الحاجه اللي ملهاش معلومات او اللي هي ما تقدرش تحصل عليها، وبالتالي تطلع معادله واحده في مجهود واحد. لو معادلتين يبقى لازم محتاج حاجه ثانيه، معادله ثانيه اضافيه عشان اقدر احل الايه؟ الاثنين مع بعض، يعني حاجه بمنتهى البساطه. هتبقى دي في التمرين الاولاني، وهتلاقيها داخله كمان في الشابتر اللي جاي لما يكون الدكتور محمد حمدي يكلمك على الريفر نايل هيدرولوجي. فنقدر بقى يعني نقدر كده في المسائل نتخيل كده مساله مع بعض، مش شرط حاجه كده قطعه ارض وداخل لها ميه وخارج منها ميه واستخدامات زراعه وصناعه و المهم انت تفهم من المنطوق ايه اللي داخل وايه اللي خارج، ايه السبلاي وايه الديماند، وانت بتطرح الاثنين من بعض ده التشينج على طول خلاص في الاستورج او اي مجهول تقدر تجيبه. ومسائل بسيطه بتبقى حاجه صغيره بس المهم تفهمها من الكلام، ويمكن التمرين بيعدلوه دلوقتي بحيث يضيف لك مساله او حاجه تقدر انها في الترم السابق، يعني تعرف يبقى انت فاميليار بالمسائل شكلها يعني. طيب هنيجي بقى ايه نتكلم على المصادر المياه. احنا عارفين مصدر المياه عندنا في مصر الرئيسي اللي بيجي لنا 55.5 مليار ونهر خلاص جاي من الحوار اللي موجوده في ال 11 دوله او ال 10 دول او التسعه ال 10. مصر دوله ايه؟ مصب، مش دوله منبع، مش منبع بيجي لها ميه، هي كلها بتستقبل الميه. ف الميه بقى لو كانت من ريفر، يعني مصدرها الرئيسي هو نهر النيل، في شط ميه من المطر، في شط ميه بنطلعها من الجراوند ووتر، في شط ميه بنعمل ايه؟ ريوز. بقى الريوز ده على فكره مش شويه بقى، ده كميه محترمه، يعني بنستهلك كميه محترمه من الريوز، احنا كنا 12 مليار خلاص. في عمليه اعاده استخدام مياه الصرف الصناعي او الصحي، محطات المعالجه كميه الميه بتاعت الصرف كبيره فيعاد استخدامها يعني. بس طبعا يعني هم وصلوا بيها لدرجه في بعض الدول يمكن يشربوها الميه من النقاوه بتاعتها والعمليات دي. طبعا يعني احنا استحاله نفسيا ما نقدرش نشربها، لكن هم فعلا وصلوا لدرجه بقت زي الميه الحلوه يعني، بس يعني مش عندنا يعني مش هنعمل كده يعني. لكن قد تضطرك الظروف انك يعني تلجا لاي حاجه يعني. احنا العدد ما شاء الله عمال يزداد كل سنه بيزيد. لا في الناس بتموت طبعا، ده سنه الحياه موت، بس هو فعلا يعني ما
معدل الوفيات اقل شويه، معدل التوالد كتير يزيد، بس تقريبا يعني تقريبا الرقم ثابت حوالي 2.5% تقريبا الزياده السنويه حوالي 2.5%. معقوله طبعا. امال طب الصين تعمل ايه والهند تعمل ايه؟ المليارات دول يعملوا ايه؟ هي مش حته يعني فينا بس هو مشكلة في ايه؟ العدد الكبير بس منتج. خلينا نركز نقول نرجع ان احنا الاستخدام بقى يعني لما نيجي نشوف ال 55 ونص الحمد لله لغايه دلوقتي ثابتين خلاص؟ العدد السكان بيجرى له ايه؟ يزيد. بتتكلم مثلا لما كنا 60 مليون وكنا 70 مليون وقبل كده كانت 20 مليون عمالين يزيد، فمعدل او نصيب الفرد عمال يجرى له ايه؟ يقل مع الزمن عشان التعداد بيزيد والميه ساقطه. مفيش تنميه للميه كتيره. فحد الفقر المائي بيتحدد عالميا برقم 1000 متر مكعب لكل واحد. احنا 100 وشويه، ما احنا عايزين 100 وشويه مليار. احنا عندنا النص الكميه دي. فاحنا دلوقتي وصلنا للفرد يمكن 500 550 او متر مكعب في جميع استخداماته بقى، زراعه وصناعه ومستك كل شيء. نعم؟ السنه ايه؟ السنه السنه طبعا بريد. فاحنا بقرف الميه فعلا. الحد العالمي المعرف عليه 1000 لكل فرد، او 1000 ده بقى انت مكتفي تماما بكل شيء بقى، زراعه وصناعه وكل اكل واكلك وشربك والاستخدامات الاخرى بقى، الحيوانات والطيور وكل القسم. فهنا بقى ايه؟ بتدوروا بقى على مصادر الميه الثانيه. فنعرف بس المصادر بتاعتنا. عندنا النوع الاولاني بنسميه تراديشنال اللي هو التقليدي، بيتمثل بثلاث حاجات. اول حاجه المطر، طبعا المطر مباشر عندنا، المطر الحمد لله قليل يعني مش كتير. الحاجه الثانيه نهر النيل، نهر النيل ده المورد الرئيسي بتاعه 55.5. فلما تيجي تبص الحاجات الثانيه ده نسبه ضئيله تكمل، سواء حوالي 2 مليار ولا كام مليون نقطه، مش ارقام بسيطه كده، في 4-5% من المصدر بتاعنا الايه؟ الرئيسي. يبقى يا اما مطر يا اما نهر النيل. نهر النيل طبعا الميه رسمه دي بتدي لك بس سكتش كده توضيح ان هي عباره عن مجموعه احواض او اكشن ايريز تنزل على الامطار، سواء كانت في نهر بقى اي نهر يعني خلاص. لما بنتكلم في الصحراء، لو في الصحراء لا، لو في الصحراء دي مناطق صحراويه المطر بينزل او ما ينزلش، ينزل على قليل او مطر قليل او مطر كتير فترات محدوده. لكن نهر النيل لا، ده فالميه ايه؟ موجوده باستمرار، بس هي برضه حقيقه الفيضان بتاعنا بيغيب في كام شهر؟ 3 شهور تقريبا، اعتقد يوليو اغسطس او يوليو اغسطس حاجه كده، دول اللي فيهم الذروه بتاعت ايه الفيضان. لكن بقيه السنه في ميه جايه موجوده، بس ايه؟ بتبقى سيابيه بقى من المسطحات المائيه والمطر بيكون نسبته عاليه. فده بيبقى النوعين من التراديشنال اللي هو التقليدي. النوع الثالث الجراوند ووتر، ده تقليدي برضه بالنسبه لنا. عندي نوعين من الجراوند ووتر طبقا للخزان نفسه اللي بيشيل الميه. في واحد اسمه انكم فاين، يعني ده مش محصور يعني ايه؟ فري، السطح ده يبقى فري. طبعا سطح الارض كده، ودي البيز بتاعتي لو البرجس، البرجس دي بيبقى سطح الميه هنا كده جوه السويل، يبقى ده فرياتيك او اتموسفيريك بريشر. هنا البريشر هنا بتساوي كام؟ زيرو. يعني لو رسمت البريشر هيطلع لك حاجه زي مثال زيرو، ويزيد طبعا في ايه؟ وانت نادي الاسد في البوست كله خلاص. انت لما تيجي تدق بير هنا تعمل بير كده، الميه مش هتدخل جوه البير وتطلع معاك كده الا لما تركب هنا ايه؟ موتور. لا تسحب الميه، ليه؟ لان الميه دي مش موجوده بريشر، مفيش بريشر هيدفع الميه ايه؟ داخل البير نفسه. وده غالبيه الابار الموجوده ما عدا مناطق زي الواحات.
الداخله والخارجه، حتى ابتدت تتحول من النوع للنوع ده، يعني من منسوب الميه بدرجه ايه؟ بيقل. بس ده في نوع تاني. وده اللي راح نسميه الان كونفايند. يبقى لازم اركب مواتير واسحب الميه من الايه؟ من النوع الثاني اللي اسمه الكونفايند. الكونفايند يعني محصور او محبوس. فيبقى عندي لو ده سطح الارض يبقى عندي طبقه اثنين امبرفيوس بيناتهم طبقه امبرفيوس. دي امبرفيوس ودي امبرفيوس. شابش ميه. وهنا الطبقه الحامله للميه. نتيجه بقى الايه؟ الحصار ده او الضغط ده، لا الميه هنا اندر بريشر مضغوطه. مجرد ما تدق الدين هنا كده بقى الميه تندفع داخل الايه؟ تطلع لك الدين. يبقى بالتالي المشكلة هنا تتحكم بقى في المية. انك تقفل وتتحكم في خروج ايه المية تطلع على طول. كان مجرد ما يدخل البير المية تطلع عنهم من البير ده. فمرات بقى الدخلة والخارجة والحتة دي الوحات الكلام ده موجود في سيوة برضه كنت رحنا شفتها. بس ايه بقى؟ ابتدى مع الاهلاك والاستنزاف الضغوط دي ايه؟ بتقل. وكل ما تقل كل ما تقل ايه؟ بتقل. لغايه ما تبص بقى الضغط لما يوصل يعني يروح صار كده مفيش فرق طبعا. الضغط اللي جوه هيساوي في سطح الارض. او يقل بقى تحت يوصلك ما تحت سطح الارض جوه جوه البيت. بلاش تركب مواتير عشان تطلع ايه؟ طبعا. طبعا عندنا النوع ده اللي موجود في نوبل سان ستون اللي هو الخزان الحجر اللي هي نوبل. ممتد تحت نهر النيل وماشي من اسوان لغايه الشمال خالص. اللي هو بيقال برضك ان هو ايه متصل بليبيا وتشاد وحاجه زي كده. معظم الاكوفرز اللي عندنا دي نان ريليفر اكوفرز يعني هي مش متجدده. وهنا الخطوره بقى بس ده الميجا فور ان الاستخدام الجائر ان احنا ما نطلعش الميه بمقدار او نستخدمها استخدام مظبوط يعرض الاكوفرز دي الى الايه؟ انها تنفذ او تملح. طبعا كل ما تنزل لاسفل بيبقى الملوحه ايه؟ وقتين. يزيد. فكل ما انت بتشد ميه التركيز يزيد جوه. هو بيخرج بعض الاملاح بس الاملاح تحت اكتر. فالميه عماله تقل والاملاح ايه؟ جوه. فيزيد التركيز بتاع الاملاح تملح توصل لدرجه لازم يعمق البير او يعمل بير تاني او ينقل في حته تانيه. فالاستخدام الميه لازم يكون بحذر شويه يعني. يعني استخدامها في الزراعه تماما يعني لازم يكون الواحد ياخد باله. وحتى نوعيه الزراعه ونوعيه الري تختلف. ما نقدرش نروي من الابار دي سطح يبقى انا برمي الميه. هو في لازم تروي سطح لكن مش مظبوط. لازم نستخدم نظم الري اللي بتتحكم في الايه؟ في كميات الري الوحش والري الايه؟ نعم. حد فيكم راح عند راس البر؟ رحت راس البر؟ او الناحيه الثانيه فرع رشيد في قناطر موجوده ولها بوابات ولها جيتس. وقت انت مش عايز تقفل بتقفل. كان الاول العمليه مفتوحه كده. المايه تعدي قبل البناء السد العالي وقبل يعني احتياجنا للميه الشديد فكان لازم المايه تعدي. فالمايه تعدي دي كانت هدفها اللي هو تحسين البيئة لشمال الدلتا أو الدلتا عشان أنت إيه بتعمل عملية إزاحة للملوحة اللي في البحر. كل ما الملوحة تزيد أو تتقدم بتتقدم تحت الدلتا نفسها. بص تلقى أنت لو خدت قطاع بعد المايه الحلوة تلاقي في حاجة اسمها براكش ووتر وتلاقي السلاين ووتر. تداخل السول ووتر انتروجن المايه المالحة تخش تحت المايه الحلوة طبعا مش هتطلع فوقيها. الفرق ايه؟ كثافات. في القاع
القرآن موجودة معروفة مش كده؟ بينهما ايه؟ برزخ لا يبغيان يعني. فما يختلطوش ببعض، بس تلاقي منطقة بس كده ايه؟ انتقالية بين الاثنين. لو تروح ناحية راس البر تلاقي لو في المية اللي خارجة تلاقي شكلها واضح على البحر، تلاقي في مسار كده لون فرق لون، وفي زي ستريم ماشي جوه البحر نفسه. بعدين اقول لك ان في تحكم، بس لازم ترمي شويه ميه برضه تحسن شويه، وممكن يكون احنا يعني خلاص مش هنستخدمهم، ولكن ما فيش الرمي الكتير زي ما تتخيل يعني. لا بالاضافه انت عشان تعمل سد، ده على ذكر السد، عندك سد عالي لازم السد ده يكون ليه حوض. تعمل سد فين؟ انت على النهر نفسه هيشيل ميه ايه؟ مشيتش. السد العالي اللي موجود في اسوان الدبريشن اللي قدامه بيشيل لغايه 164 مليار. بس ال 164 مليار استحاله يكون كلهم ميه افيلابل ليه؟ طبعا بيبقى في ترسبات في طمي، فمعمول له منطقه تشيل حوالي 30 مليار. واللايف ستورج اللي هو الميه المتحركه اللي بتحصل عليها حوالي 90 مليار. فدي 120. بعد كده لو جت فيضانات زياده لما حصلت فعلا، معرفش انتوا كنتوا ثانويه او ظروفكم ابتدائيه اعدادي الله اعلم ثانوي، جت فتره لا انتوا كنتوا في اعدادي مثلا، اعدادي مدرسه مش اعدادي هندسه، فتره جت فيضان عالي قوي. طب البحيره لها حدود، السد العالي مصمم على ليفل معين، ان المايه لو تعدت الليفل ده خطر، فمعمول حاجه اسمها مفيد توشكا، مش مشروع توشكا. مفيد توشكا انه على الجنب معمول زي هدار، ان المايه لما توصل ليفل معين تعدي تترمي في الديبريشن اللي موجود الطبيعي. بالك فده فمعمول ان السد كمان يشيل حوالي 44 مليار، دول كفلاد بروتكشن، ان انت لو جت مايه زياده يفضل يشيل لغايه ما نزيد على ليفل معين لازم نرميه بقى غصب عنك، والا السد يتعرض لمشكله. بتقول لي نفتح البوابات ونعدي اكتر، لا هو برضك في ليميت للسحب من السد العالي، ما بنزيدش تقريبا عن الله اعلم، لو حد في وزاره على وزاره الري برضك يصححوا لنا الارقام، لغايه 260 مليون متر مكعب في اليوم. لان لو زاد السحب الميه تمشي في النهر سرعات كبيره وكميات كبيره تبقى في خطوره على المنشات. ليه تعمل نحر؟ لان زمان كان لما كان الفيضان بيجي ما كانش في تحكم، كان الفيضان بيجي مع طمي، فكان بيحصل نحر وترصيد، كان بيحصل تعادل، تنحر وترصد ما كانش يعني في مشاكل كتير. لكن دلوقتي انت السد تقريبا ما بين الطمي، مش حتى الطمي مش عند السد، بيتحجز بعيد عن السد من الترصيبات اللي حصلت، فاصبح انت عندك مشكله نحر اصلا. كل ما تزيد السرعه كل ما الكميه تزيد السرعه يعمل مشاكل ايه؟ فلازم تسجل في مرحله يكون عندك طيب. الاضافه بتاعت الحاجه دي 55 ونص انت بتستخدمهم اصلا. وبعدين هم ما بيكفوش، احنا بنكمل عليهم ريوز من ال 55 ونص، خلي بالك الريوز هو من ال 55 ونص بره. بس هي ايه؟ استخدمنا الري او الزراعه استخدمت حوالي 43 مليار منهم. دول قول طلع منهم حوالي مثلا 30% منهم صرف، ممكن يكون اكتر عن خلاص. طب دول بدل ما يترموا نرجع جزء كبير منهم يتضاف تاني ويعمل صرف تاني ويرجع تاني، يعني في اكتر من سايكل، بيعمل ريسايكلنج للمياه الصرف. ففي النهايه المياه الصرف المستخدمه او عاد استخدامها هي جزء من الفريش ووتر، فلما يزيد الفريش ووتر هيزيد الماء اللي ممكن تعملها ريوز. لو قل الفريش ووتر افرض طبيعي جدا لما سد النهر يكمل او يشتغل لازم تقل الماء عندنا حتى مع النوايا السليمه الاثيوبيا في فتره الملء، لانه هيملى الخزان. هيملى في قد ايه بتاعه؟ 3 سنين، 5 سنين، 7 سنين، حسب ما يوصلوا لحلول مع بعض الدول الثلاثه يعني. فلو سي مثلا 5 سنين، طب هو عايز يملى 74 مليار على 5 سنين، يبقى كام في السنه؟ حوالي 15. ده فرضيه مثلا،
انا بختار لها ما اعرفش يعني الحقيقه ايه. ال 15 دول مش نقص من عندنا كلهم. ال 15 دول قد يكونوا 8 ينقص لي 8 مثلا من عندي. خلاص؟ طب ال 8 نقص دول اعوضهم ازاي؟ ال 8 دول بيخلصوا ب 55 ونص. يبقى الريوز هيقلوا كمان، العمليه ايه؟ مع بعضها. طيب معلش ان شاء الله ما حصلش اي مشكله وانت عندي على خير تبقى ايه حافظ على نهر الدين العزبان. طيب النوع الثاني النان تراديشن بنتكلم على الليمون الاجريكلتشر ووتر واليوز بالبيس ووتر والديسمينيشن اللي هي عمليه الايه؟ التحليه. زي ما قلت من شويه الريوز بالاجريكلتشر ان انا عندي التقديرات بتقول حوالي 16 مليار الميه في الصرف. ميه في الصرف. يوصلوا منها يغيروا استخدام حوالي 12 وبعدين زيد. طبعا في الريوز ده بيتم عن طريق الدوله وعن طريق الفلاحين نفسهم. الدوله بتعمل محطات عشان تاخد ميه الصرف ترفعها ولو محتاجة خلط والماء حلوة تخلط وتضخها تاني للمجاري المائية. الفلاحين نفسهم بقى على مستوى الشخص هو بيروي مش لاقي مية، بيضطر ياخد منين؟ من مصر. وكثيرا من الأحيان بتبقى عنده مصارف حلوة. ليه؟ نتيجة الاستخدام الزيادة في الأبستريم. استخدام مية أكتر فالزيادة دي راحت فين في المصارف؟ فممكن تلاقي مية الصرف الملوحة بتاعتها بتلاقيها 500 600 بار بير مليون. بالكتير 1000 بار بير مليون، دي تنفع للزراعة كويس قوي. خلاص؟ فبيزرعوا بيها يعني بيتصرف لها. المياه الصرف الصحي يعاد استخدامها في محطات معالجة و لكن يعني برضه هي المفروض ليها قوانين بيئية وليها محددات انك تزرع حاجات معينه، انك تزرع غابات اشجار غير مثمره. لكن يعني الله اعلم بيحصل في منطقه ابو رواش والجبل الاصفر والجبل الاحمر كلها خضروات و... طيب عمليه التحليه، التحليه من ماء البحر. التحليه من ماء البحر كانت من فتره كانت غاليه قوي. بالتالي التكلفه تقل. بس ما زالت تكلفتها ايه؟ عاليه مش رخيصه برضه. فانسى الواحد يستخدمها في الزراعه الا في المناطق اللي هي ايه؟ مثلا زي ايه؟ الكومباوندز اللي على الساحل الشمالي، القرى السياحيه، هو عايز برضه يعمل شويه اشجار وشويه حاجات خضره كده، فممكن يعمل تحليه لو ما عندوش خط ميه عكره من النيل جياله او ما عندوش ابار او حاجه كده. لكن تبقى برضه استخدامها محدود. لكن هي مينلي لو بتستخدم ميه شرب او دوميستيك ووتر بتبقى في المناطق الساحليه كان القرب وبعدين المحطات تبقى محطات صغيره على قد الايه؟ التجمع اللي موجود. بس ما زالت برضه بتبقى ايه؟ مكلفه لكن هي في المستقبل هتنخفض التكلفه اكتر لان التقنيات بيجرالها ايه؟ تتغير يعني. تبقى بقى التحليه دي بتصنف الميه فممكن لو الملوحه كانت 1500 بارت بير مليون، بارت بير مليون يعني بارت من الميه من الاملاح قدام كم بارت من الميه. فلو عندي لكل مليون بارت من الميه في كم بارت من الاملاح؟ لغايه 1000 او 1500 تقول عليها فريش ووتر. الباكج حاجه ترميل الاثنين بقى 1500 غير 3000 اكثر من 3000 تبقى صلاين. في ناس زرعت على السلاين ووتر دي بيزرعوا بعض الزراعات مثلا اللي يكون بيزرعوا الطماطم تقريبا على ميه مالحه عادي بيزرعوا ممكن من غير سويل يعني على حاجات وسطيه غير السويل كمان يعني. ففي تقدم في التقنيات والزراعات والصناعه كبير قوي يعني. الوحدات بقى بتاعت البرمر مليون حاجه اسمها ميلي موز ده يكفي كل 640 سواح يعني رقم ده الافرج لكن هو على فكره بيختلف على حسب نوع الاملاح لكن كمتوسط بنحط حوالي 640 مليون وحده في الارقام دي قوي
يعني نتكلم على يعني مثلا البحار مثلا بيحط 30,000 40,000 50,000 فبتعمل لك الارقام كده فتحولها ل 1 جنيه الانيميشن سيستم بقى في مصر عندي الميه بتتحرك من نهر النيل نهر النيل للخزان او من السد العالي وخزان اسوان في نهر النيل وهي ماشيه بتنتقل بقى يعني في حاجه اسمها كونفير سيستم اللي هو النقل الانتقال في حاجه الاستراكشرز الميه ما تمشيش حره كده في المجال البعيد لازم مجموعه من الاعمال الصناعيه عشان تتحكم في الميه ككميات وكليفلز كوانتيتيز والايه والليفلز الكومبيوتر سيستم الترع كلها اي ترعه تقدر تشوفها ده احد وسائل الكومبيوتر احد وسائل النقل احنا ممكن ننقل في بايب لاينز بس البايب لاينز مكلفه في بعض الاماكن بننقل في بايب لاينز مكلفه جدا الدرينز عكس الكنال يعني الكنال عشان نروي الدرين عشان ايه نصرف الميه الاستراكشرز بقى فايدتها ايه؟ يعني عندي الاستراكشرز تبدا من السدود الدامز ثم البراكس اللي هو القناطر الكبيره زي قناطر محمد علي وقناطر اسيوط واسنا ونجع حمادي ريجليتورز اللي هي اي انطره على اي ترعه ثانيه بقى الريجليتورز ده حاجه مصغره من البراكس في بقى عندي الويرز حضارات عندي الكروس وورك زي الكالفرز السايفونز البريدجز الاكودكس وبعدين عندي اللوكس اللي هي الاهوسه والبامب ستيشنز اللي هي المحطات اللي هي الرف هنشوفهم مع بعض كده كفوائد واشكال دراسته مش هندرسها السنه الثانيه لا دي طول هتاخد في ثالثه ورابعه ان شاء الله في السنه الكومبل سيستم ده انا انت خدت في الرسم المدني الكور سيشن بتاع الترعه زي اللي مرسوم قدامك وعلمت ازاي تعمل عمليه اسقاط دي بقى في كل الجهات مش مشكلتنا دي والدرينز بره ولو الاثنين مع بعض هلاقي الكلام يبقى اعلى في الليفل من الدرين عشان الفانكشنز هنا ايه مختلفه واحد بيبقى عايز السبلاي ووتر واحد عايز كوليكتور طيب الاستراكشر بقى انت لما تيجي تلاقي مجرى مائي افرض مجرى مائي ماشي في مجرى مائي هاخد منه كده ايه اللي يخلي لو عندي مثلا هنا كيو واحد وهنا هتبقى كيو اثنين هنا هتبقى كيو ثلاثه اللي هتبقى الفرق بين ايه؟ ايه اللي يخلي بقى الديستشارجز تمشي بالتصرفات التصميميه اللي انا عايزها. ايه اللي هيخليها تعمل كده؟ المنشات اللي انا عاملها والكروس سكشن بتاع ايه؟ المجال المائل. فبالتالي هتلاقي انت بتحط المنشا هنا. عباره عن منشا عباره عن مجموعه من الفتحات كده بتخش من ايه؟ ما بين العامله دي او بين الحوائط دي. ادخلها في الاستراكشن وممكن يتعمل على المجرى المائي هنا. فده يعني زي ايه؟ انطره مأخذ او انطره فوق اللي بنسميها الايه؟ هيد ريجليتور. اللي هو انطره الايه؟ المأخذ. هنا ده كروس ريجليتور او بنسميه هيد ريجليتور. ده بنسميه هيد ريجليتور. دي نوع انواع من المنشآت عشان تتحكم لي في الميه ان انا بعملها دايفرجن بين مجرى الايه؟ لمجرى. فكل منشأ ليه هدف. الهدف ايه؟ ان انا عايز اتحكم في كميه الميه، عايز اتحكم في الليفل وهكذا. او اعمل بروتكشن لمكان معين زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. فنمسك بقى نشوف واحد واحد كده. البرانس الشكل الجميل اللي قدامك ده بيقول لك بقى ايه؟ خريطة مصر العربية ونهر النيل البحر الأحمر جاي من الجنوب كده من بعد خارج ناصر كل دايرة دي ديك منشأ انديكيشن لمنشأ يعني خلاص؟ فاحنا نبدأ من الجنوب تحت هيبقى عندي ايه؟ السد العالي هي اسوان دارس هيليها على طول على حوالي 6 7 كيلو خزان اسوان مين اللي اتعمل الاول في النيل؟ خزان اسوان وكان معمول ليه خزان اسوان؟ عشان يحمي شويه ميه كده بس قالوا بعد كده زراعه الرز لان الموسم بتاع زراعه الرز كان غير الموسم الايه؟
الفيضان اللي اتاخر يعني استخدم اللي مش غير ده. خلي بالك الرز بيتحصد في شهر 10 وهو بيتزرع 3 4 شهور، فكان بيزرع في شهر كام؟ 6 تقريبا بعد الاكل حتى. فالفيضان بيجي لك بقى في شهر 7 و8، فبياخد الميه يحجز ويكمل بقيه الايه؟ بس كان الحجز بتاعه كمياته قليله، يعني هو بدا بمليار ولا حاجه، كان مليون، وبعد كده زاد مع الوقت تقريبا 3 5 مليار حاجه كده بالكثير. لما اتعمل السد العالي بقى، لا انا بحجز كميه محترمه يعني. فالسد العالي في صنعاء اسوان، ثم تبدا بقى سلسله القناطر اللي موجوده. اول واحده اتعملنا من تحت جاروا ايه؟ اسنا، ثم رجع حماي، ثم اسيوط، ثم قناطر الدلتا بتاعت محمد علي، ثم الفرعين بقى على الشمال هنا، دي المكتوب فوق ايه؟ فينا، وهنا بقى زفتة وفلسطين. القناطر دول هتلاقيهم على مدر نهر النيل كده، يعني مثلا حاجة مثال اسيوط، قناطر اسيوط دي معمولة على عشان الترك الابراهيمية، دي أكبر ترعة في مصر، وتخدم حوالي 1.5 مليون في المية. هتلاقي بقى على أي مجرى بقى كده ماشي برد، تلاقي في ريجليتور أو براغ. البراغز دول أو القناطر الكبيرة دي هي ريجليتور بس أكبر، السكيل الأكبر. لو على حد أكبر بنقول عليها ريجليتور. على النيل بنقول عليها براغ. خلاص؟ طبعا دول بردك بقالهم فتره طويله معمولين، بيعملوا واحده فيها تلاقي اسنا ونيو اسنا، نجح حمادي ونيو نجح حمادي، ففي قناطر. وبعدين فرصه القناطر الجديده دي انها بتعمل ايه؟ في فرق دايما في الليفل بتاع الميه، تلاقي الاب ستريم اعلى من ايه؟ من داون ستريم، يبقى عندك فرق بين الهيد وعندك الشارج، يقدر يحط ايه؟ محطه ايه؟ كهرباء. كهرباء. طيب فدول التسلسل على نهر النيل. اي بقى اي ترعه بقى تاخد من نهر النيل لازم عليها منشا. في بعض الاماكن في نهر النيل عند كومبو مثلا تلاقي مسوغ الارض اعلى بكتير من الميه، يبقى بيحط حاجه ثانيه نقولها بقى اللي هي بامب ستيشن، عشان يرفع ايه؟ الميه من نهر النيل للاراضي الايه؟ تعالى شوف بقى هنا، ده هنا ال لو قلت على المأخذ بنسميها هيد ريجليتور، لو هي على المجرى المائي بنسميه انترميديت ريجليتور او كروس ريجليتور. طيب وانت ماشي على اي ترعه استحاله تمشي كده مسافه 10 كيلو الا لازم تلاقي عامل صناعه، لازم تلاقي حاجه. امشي في اي ترعه كده وامشي عليها. مش ممكن تلاقي بعد 7 8 10 كيلو لازم تلاقي عامل صناعه. ليه بقى؟ ما يقدرش حتى من ناحيه الترافيك يحط كوبري، من ناحيه الري ما يقدرش يسيب ريتش طويله، المناسيب الميه جرالها ايه؟ بتقل. طب عايز يرجع المناسيب للطبيعه، الطبيعه التصميم اللي عايزها، فبيحط انطره او رجليته وليه بوابات، ما عايز يرفع المنسوب ينزل الايه؟ البوابه الميه تعلى قدامها، عايز يخف عايز يعدي الميه اكتر يفتح البوابه شويه الميه تطلع ايه؟ اكتر. فتلاقي كل مسافه في هنا ده فتحات المفروض في بوابات بتنزل وتطلع راسيه، يبقى في زي ونش كده او كرين وعليه ونش يشد الايه؟ البوابات راسي. ده بالنسبه للبراغس. لكن الترعه الصغيره اتغير بقى السيستم، بس ما بقتش بوابات راسيه، انت هتشوفها في رابعه ان شاء الله، بقت البوابات ممكن حاجه راديه عامله كده ولها عوامه، بحيث لو حسب الاستخدام ممكن من ناحيه الدوري السليم او الاب السليم، لو المنسوب في الدوري السليم نزل تلاقي البوابه ايه؟ فتحت لفوق كده، نزلت من حاجه فتحت من الاب السليم يخش منه الميه، يبقى تدخل ميه اكتر. لما المنسوب يعلى تعمل العكس، العوامه ترفع لفوق زي الكومبينيشن بتاع التواليت العادي، العوامه تعلى لفوق تقفل الحنفيه بتاعت الميه، مش كده؟ هي يعني نفس الفكره، لما الميه تعلى تعلى تروح رافعه يبقى الفتحه معروفه. ممكن بقى مش استخدام للميه خالص، فالميه بتطلع عماله تغلى تعلى تعلى تعلى، يبقى تحدى معاك تحدى خالص، عشان الميه ايه؟ مفيش مجال اعدي الميه من نهايه الترعه، دايما في مصرف.
طب لو محدش استخدم الماء الماء تروح تطير على المصرف؟ لا نقفل نتحكم في ايه؟ في كميات الماء. فدول بيتحكموا في كميات الفلو والليفل في ال طيب هنا ده البريدجز واسهل حاجه بص على جوجل جامعه ده كوبي هدفه اساسا ان انا عندي تقاطع طريق مع مجرى ده يبقى بعمل ايه؟ كوبي. طيب في حاجه ثانيه نفس الفانكشن اسمها كالبر. كالبر اللي هو ايه؟ بنسميه ايه؟ اللي هو البرمج بنقول عليه برمج بالعربي برمج الدول العربية اللي عليها عبارة تعبر ايه من فيها او ما تعدي من ايه منها ده الهدف منها ان هنا افويد الكروسنج بين الرود وبين الايه المجرى الماء تخلي المجرى الماء يمشي فيها والطريق يمشي فوق الايه العرب مش فوق الطريق. طب امتى اعمل بقى؟ هما الاثنين نفس الحاجه نفس الهدف. امتى اعمل كوبري وامتى اعمل كذا؟ لو الميه ولا على حسب العرض اللي ممكن كيشن على الفلو اللي ماشي على الميه على حسب الميه كميه الفلو اللي ماشي. الميه لو كبيره يعني ما تجيش على النهر النيل بتقول لك كفر ما ينفعش خلاص ده البريدج. لكن ما تجيش على ترعه صغيره كده وتقول اعمل بريدج ممكن اعمل بريدج بس ده بيبقى ايه؟ ما يبقاش الهدف منه تحكم في يعني هيبقى اغلى شويه لو عملت كلفر. الكلفر ارخص في المجال الميه الصغيره البريدج ارخص في المجال المائي دي الكبير. يبقى لو الفلو كبر او المجرى المائي كبر اعمل كوبري لو حصل العكس اعمل ايه؟ الحاجه الثانيه السيفون. سيفون يعني صحاره زي المثال اللي عندنا الصحاره اللي بتعدي تحت قناه السويس طلعت تجاري والشخصيه وطلعت السلام انك تاخد مجرى مائي من تحت مجرى مائي. مين بقى اللي يعدي من تحت مين؟ الصغير اللي منسوبه او الصغير يعدي من تحت الاكبر، اللي منسوبه اوطى يعدي من تحت المنسوبه اعلى، اللي الفلو بتاعه اقل يعدي من تحت المنسوب الفلو بتاعه ايه؟ اكبر لان العمل يتناسب طرديا مع الفلو او الديسشارج. نفس التقاطع برضه مجريين اقرب تاني، حاجه اسمها اكبر بالعرض اسمه بداله. ببدل حاجه في حاجه يعني عدي حاجه في حاجه برضه. ابسط شيء ليها انت ممكن تبقى ماشي كده شفت ترعه فيها ماسوره معديه. الماسوره دي ممكن ماسوره ميه، ماسوره صرف، ماسوره ترعه صغيره مسقه وعشان اعديها قلبتها في ماسوره ورحت كملتها ليه؟ لمسقه ثانيه، يبقى انا عديت حاجه في حاجه. فدول بيبقى برضه تو ويز في تقاطع ما بينهم. بس غالبا بيبقوا ايه؟ واحد منهم صغير ومناسيب قريبه من بعض مش عادي من تحتيه بقى وعادي من ايه؟ من فوق. فده ممكن يبقى مشروع ممكن يبقى قطاع بوكس سيكشن ممكن يبقى ريكتانجل يعني ايا كان القطاع يعدي من فوق ايه بتاع. الهدف ده زي ده بتعدي واحد فوق واحد وده بتعدي واحد فوق واحد. لما قال لك كنال ودرين الاوطى منهم في مين؟ الدرين. يبقى انت بتعدي الدرين في السايكل والكنال هو ايه؟ هو اللي ماشي فوق. لما يجي لك ترعه ملاحيه وترعه غير ملاحيه. ملاحيه يعني هي فيها سفن بتعدي. يبقى مين اللي يعدي من تحت مين؟ الملاحيه تمشي فوق والغير ملاحيه تبقى تمشي ايه؟ من تحت. طيب تعالى شوف الشكل ده الجميل ده. ان ده زي عباره عن مراكب ماشيه في ترعه كده ايه؟ والترعه دي فوق ترعه ثانيه. ليه بقى دي طلعت فوق؟ لان دي ترعه ملاحيه اصلا. دي حاجه حقيقيه موجوده في المانيا. ده مجرى مائي ملاحي. تعرض مع مجرى مائي تاني، قد يكون ريفر، قد يكون شانل، قد يكون اي حاجه. بس هنا في مراكب ماشيه. فانت بتقلب القطاع العادي لقطاع صناعي تمشي فوق الايه؟ القطاع التاني. وتمشي الايه؟ المركب فوق الايه؟ التاني. لو خدت على النت هتلاقوا حاجات كتير جدا يعني. طيب تعالى بقى نشوف هنا ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ بيرز. بيرز اللي هي الهضرات. دي بتلجا ليها بالذات محافظه الفيوم.
ليه بقى؟ الحاجه الشهيره قوي فيها، الحاجه الشهيره فيها ايه؟ انت لو مشيت على اي ترعى في الفيوم مثلا، مش اي ترعى معايا الفيوم، يعني افرض افرض ادي ترعى اهي وترعى واحده منها هنا، هنعمل منظر كده بقى خزيعه، وده النهايه بتاع الكلام ده مصدر فين؟ وهنا بقى حطيت كنتور مناسيب بتاعت الارض، جيت خدت قطاع كده في الارض ورسمت اللاند ليفل، فجيت لقيت اللاند ليفل عامله ايه؟ هتبقى انا مش واضح مش كده؟ واضح؟ طلع واحد جديد شويه مش كده؟ عندنا كتير لقينا الارض كده فجاه راح تهدى كده وراح تمشي كده فعلا، يعني انا شفتها كتير الارض تهبط نزلت مناسيب. طب احنا لما نيجي نصمم الترع ونختار مناسيب الميه منين نعمل ايه؟ نسيب الميه تحت الارض كده ما نعملش فيه ابدا، وقلنا السبب المره اللي فاتت عشان ايه؟ ما اخليش فيه اسراف في الميه من تحت، الاقي الميه راكبه الارض كده مجرد احط فتحه الميه داخله على الارض. لا انا عايز ايه؟ الميه تحت الارض بحيث نازل هو يبذل مجهود يدفع فلوس عشان ياخد ايه؟ الميه، مش ارض للناس، لا عشان الميه تكفي الناس كلها. طيب لو كملت التصميم بتاعي ان الميه ماشيه فيها على طول ما ينفعش، يبقى لازم اعمل ايه؟ اجي كده اعمل حركه دي. الحته دي بقى بنحط فيها منشا اسمه الميلو الهضاره. لما تيجي تبص على شكله ده منشا خرساني بنعمله حاجه زي كده. ده قطاع فيه قطاع طولي سطح الماء تبقى امامي اهو، تيجي الماء تنزل تعمل حاجه زي هنروح جامب كده وتمشي كده. ده المنسوب في الاب ستريم وده المنسوب في الداون ستريم. طب الصوت ده والماء ساقط على القسم صوت ميه بسرعه، لو ما اتعملش فرشه خرسانيه ولا هزار ياكل الارض يبوظ المنسوب. ده اللي هدف منه ان ياخد الصم الفول اللي حصل في ارضه، ورغم انه ايه؟ يسمع تصرف شاف حاجات تانيه كده ايه؟ دي فوائد فوائد تانيه يعني. نعم. المره دي انا عايز بتاع تبقى اعلى من الارض. الميه اعلى من الارض في الكهرباء. والمصرف اقل من ده او صح؟ لا لا مش اعلى، رقم 12 مناسيب الميه بجميع الاحوال او من سطح الارض. عشان ما يحصلش اسراف فيه. عشان ما يبقاش فيه اسراف في الاستخدام. ده اللي بنعمله، لكن في بعض المناطق غصب عنك ده طلع في الارض. لا يعني سي انت الارض طلع في الارض خدت قطاع كده عندك كده ومش بتبقى ايه؟ متغيره. انت بتحاول تختار ايه؟ منسوب. مش كل شويه بطلع وانزل بطلع وانزل. ما انا عشان اطلع تاني عايز ايه؟ بامب ستيشن، عايز انزل تجويف. فباخد ايه؟ لا بعض المناطق الميه تحت وبعض المناطق الميه فوق. فلذلك تلاقي قطاع الترعه في الغالب بيبقى حفر. في بعض المناطق ممكن يبقى جزء منه متكون ردم. نتيجه العلاقه بين سطح الميه وسطح الايه؟ سطح الارض. فبنعمل الهضار ده عشان يشيل السد الرابع، يبقى ممكن يبقى اكتر من هضار ورا بعض، يبقى نعمل حاجه اسمها ستيب زي السلالم ورا بعض. طيب اللوك بقى اللي هو الهويز، ايه بقى حكايه الهويز ده؟ ان انت مثلا انت جيت على نهر النيل في مكان ما اهو كده معايا هرم خالص، جيت في مكان في القنطره جنبي هنعمل ايه؟ القنطره جنبي في مركب جايه نازل عارف. لو القطاره دي كده على طول ما تعرفش تعدي ايه؟ المركب دي.
نروح فاصلين بين الأنطرة وبين منشأ تاني بحيطة كده. ونروح عاملين ايه؟ الهويس بتاعنا اللي هو اللوك او زي حجر اللوك تشامبر يعني. لما اخد المركب بتاعي طبعا الحته دي لازم ترتد شويه كده عشان ما يحصلش ايه؟ الميه ما يحصلش صعاب لما المشكله المركب. المركب دي تدخل بقى تدخل من الناحيه دي الميه تكمل كده عادي المركب تمشي في المجرى ده. جيت في وسط من الكروس سيكشن عملت فيه فصل عملت منشا كامل منشا. لما اخد بقى قطاع في المنشا ده انا عامل حجره عامل زي حجره كده. لما اسيب المركب امامه اهو منصوب القاع اهو ده الاب ستريم ووتر ليفل وده الداون ستريم في الغالب الحكم دول بص العمود السبعه والثمانيه دي بوابتين بس لازم الجزء بتاع البوابتين دول كل مع الفلو جاي عليهم كده ما ينفعش من الناحيه اللي هيفتح البوابات يبقى ليه؟ البريشر لما يجي كده بوابتين مفهوم يعني مجموع طول البوابتين اكبر من العرض فعاملين ايه؟ الفتحه لما يجي الفلو كده يضغط ما يعديش ما يفتحش البوابات فالفلو ماشي في الاتجاه ده خلاص؟ اثناء عدم التشغيل يبقى المنسوب مع الداون ستريم كده جوه الميه. طب المركب ده فين؟ المركب ده عايز اطلعها حلو. ده ما ينفعش بوابات كده على المركب ده عدلوها جوه ما ينفعش. يمنى تقريبا الفرق ده بيبقى حوالي 2 3 4 متر ممكن اكبر ممكن. في سيستم هنا تفتح السيستم ده يدخل ميه. لما تدخل ميه الميه ولا يعني ايه؟ يعني لا لما اجيب ده قصاد ده افتح البوابات اللي داخل انا عملت اللي انا اعمله هنا اقفل ده وافتح هنا لما السوق ينزل الباب بتاع جاي لا بره زي جوه انت ما تفتح البوابات تطلع دي المركب عادي الحركه دي بقى بتاخد وقت يعني كل بقى واحد يركبها من الباب بتاع بالاداب كده عدل افتح له وبعدين الابعاد بتاع الحجره دي كانت كبيره طول وعرض بحيث تدخل اكثر من مركب مع بعض بس طبعا بيدخلوا بحساب عشان ان هنا مش فاتح على طريق ممكن يخبط يكسر الدنيا دكتور نعم ايه؟ دي هي الانطار اكثر بسرعه الانطار دي فين شربتها غير مش على الصوره فين فين الانطار الانطار ايه؟ رجليك اهو انا هتكلم في الصوره لا لا ما هو ده جاي لك صوره بس للمنشا جاي لك صوره للمنشا بس هي مصور يبقى لازم يفتح يبقى هنا تلاقي في استوانه كده
مرتكز عليها الكوبري ويجرى ايه؟ يعني انا افتح يبقى ده يلف كده. ما هو ده كوبري. في طريق هنا. خلاص؟ وقت ما المراكب تعدي يروح فاتح جاي الكوبري هنا كده. تعدي. وقت ما الكاميرا عدت العربيات عدت وقت ما عدت الطريق رجع الكوبري لايه؟ الاصل. خلاص؟ الهدف كله ان انت بتسهل مرور السول والمراكب في المجرى المائي اللي بجانب الايه المنشأة اللي عندي بعد كده البامب ستيشن. كلنا عارفين البامب ستيشن هدفها ايه؟ نرفع منسوب واطي منسوب ايه؟ بس خلصنا كده ايه؟ الانتروداكشن او المقدمه. حاجات